مكملين معاكم بفقرة دنيا يا دنيا. رح نتحدث اليوم مع الأستاذ محمود الزواوي، إعلامي وناقد سينمائي، عن أهم الأحداث والإنجازات السينمائية لعام 2016. أهلا وسهلا فيك، نورتنا أستاذ محمود. أهلا فيك وتحياتي الحارة لجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا فيك. طيب نتحدث شوي أستاذ محمود عن الإنجازات السينمائية. شو كان أهم الإنجازات على الساحة السينمائية العالمية؟ طبعا السينما الأمريكية هي أهم سينما في العالم. يعني هي تهيمن على السينما في العالم. إذا بتروحي على أي دولة بتلاقي أنه الأفلام الأمريكية هي التي تعرض في المقام الأول. السينما الأمريكية ضربت عدة يعني أرقام قياسية في العام 2016، منها إنتاج 728 فيلم، وهذا أعلى رقم منذ تأسيس السينما الأمريكية في أوائل القرن العشرين. يعني عدد مش كبير، مش قليل أبداً. إطلاقاً. بعدين ضربت رقم قياسي في الإيرادات. إيرادات السينما الأمريكية في الولايات المتحدة وكندا بلغت 11.5 مليار دولار، و21 مليار دولار في بقية أنحاء العالم. يعني المجموع 32.5 مليار دولار. يعني 11.5 بس بهوليوود؟ أوكي. يعني داخل أمريكا ودور السينما الأمريكية والكندية. الأمريكية والكندية كانت 11.5 مليار. 21 في الباقي. بقية العالم. 32.5 هذا. السينما الأمريكية والكندية أو دور السينما تشكل 35% من الإيرادات السنوية للسينما الأمريكية، وبقية أنحاء العالم بتشكل 65%. أحد أسباب ذلك أنه كل السينمات المشهورة في أوروبا بالإيطالية والفرنسية وكذا تراجعت في الإنتاج. يعني حلت محلها السينما الأمريكية في دور السينما في العالم. طب برأيك شو السبب لما نحكي إحنا تراجع بالفرنسية والأوروبية بشكل عام وعم نحكي أمريكا عم بتزيد؟ شو السبب؟ ليه عم بيصير هون؟ السبب في ذلك هو انتشار أفلام الحركة والمغامرات والخيال العلمي منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي. أوكي. السينما الإيطالية والفرنسية والسويدية والألمانية تركز على الأفلام الجادة الدرامية. فالجمهور وخاصة أن الشباب يشكلون غالبية الناس اللي بيروحوا على السينما. بعد انتشار التلفزيون، يعني قبل 60 أو 70 سنة كانت السينما تذهب إلى إليها أفراد العائلة. يعني الأب والأم والأولاد. الآن اللي بيروح على السينما هو الشباب والشابات، وغالبيتهم تحت سن 25. فنوعية الأفلام اللي بفضلوها هي أفلام الحركة، الحركة والمغامرات. فالسينمات الأوروبية والروسية والصينية واليابانية ما عندها هذا النوع من السينما. الآن بدي أذكر شيء آخر ساهم في شعبية الفيلم الأمريكي وزيادة إيراداته. إنه في دولتين كبيرتين اللي هم الصين وروسيا فتحت دور السينما فيها للفيلم الأمريكي. هذول الدولتين كانوا يمنعوا عرض الفيلم الأمريكي لحد قبل 25 أو 26 سنة لأسباب سياسية. كان الاتحاد السوفيتي وكان الصين يعني فيها نوع من التعصب السياسي، انفتحت اقتصاديا. فالآن الصين وروسيا تشكلان المركز الثاني والثالث في إيرادات السينما الأمريكية في العام. حلو. طيب أستاذ محمود، نتحدث شوي عن إعلان نتائج الأوسكار. إحنا بنعرف ب 26/2 رح يكون إعلان عن كل الترشيحات، عن كل جوائز الأوسكار. احكي لنا أكثر، إيش الأفلام المتوقع وإيش الترشيحات اللي هلأ موجودة؟ الجوائز الأوسكار عددها 24 جائزة. صحيح. منها 17 فيلم روائي وسبع جوائز رسوم متحركة وأفلام قصيرة ووثائقية. فيلم أرض لا لاند رشح ل 14 جائزة من هذه الجوائز. كم 14 جائزة؟ يعني هو عنده أكثر من نصف
اكثر من نص الجوائز. طيب خلينا نشوف لا لا لاند التريلر تبعه ونرجع نكمل حديثنا عنه. شو رايك؟ يلا. I'm Colonel GT Webber from Army Intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show. That's what they're calling the UFO. يعني 14 جائزة مرشح لها هذا الفيلم، وهم الجوائز كلها 24 جائزة، يعني عم نحكي مش ضايل غير 10 جوائز، يعني أغلب الترشيحات كانت له. شو اللي ميز هالفيلم لياخذ كل هالترشيحات؟ أولا الفيلم متفوق جدا. ثانيا أعاد إلى الساحة السينمائية الأمريكية الأفلام الاستعراضية والغنائية والراقصة. يعني هذا النوع من الأفلام كاد أن يختفي منذ أواخر الستينات. صح. وفي يعني عروض مسرحية وموسيقية واستعراضية في شوارع مدينة لوس أنجلوس على الطبيعة. شايفه ال14 ترشيح رقم قياسي لم يسجله قبله الا فيلمين فقط. مين هم؟ تايتانيك تاريخ. كان لا تايتانيك الثاني. تايتانيك كان واحد منهم سنه 97، وفيلم اخر في سنه 1950 فيلم اجتماعي يعني كذا. فهدول الفيلمين فقط اللي حصلوا فقط على هذا اللي حصلوا على هذا الترشيح. هلا هو توقعاتي أنا أن يسيطر على الجوائز الأوسكار الرئيسية. فاز بسبع جوائز من جوائز الكرات الذهبية. شايفه؟ هلا أنا بتوقع إنه يفوز من جوائز الأوسكار ال14 على الأقل بجائزة أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثلة، أفضل سيناريو أصلي. وجوائز أخرى. يعني مثلا هو لأفضل أغنية عنده ترشيحين. تمام. صوري من الخمس ترشيحات. من الخمسة. طيب. إحنا في معنا فيلم تاني أيضا أستاذ محمود برضو له ترشيحات، اللي هو مون لايت. كم ترشيح فيه لمون لايت؟ ترشيحات مون لايت الإجمالية أكثر من لا لاند. ولكن في الأوسكار ترشيحاته أقل بكثير. أقل بكثير. طيب خلينا نشوف الفيلم التريلر ونرجع نكمل حديثنا عن مون لايت. What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah. Where's you, Sharon? For a long time, try not to remember. هذا الفيلم الثاني كنت عم نحكي انه في عليه ترشيحات ايضا. كم ترشيح له باوسكار؟ له يعني بدقه يعني مش متاكد، بس مش اقل من 8 على فكره. 8 ترشيحات للاوسكار. 8 ترشيحات. هذا الفيلم فيلم جاد يعني درامي. والمخرج والعاملين فيه كلهم من الامريكيين السود. ففي موضوع يعني كثير جاد ويلقى يعني تشجيع كبير في كل مكان، ولكن لا اتوقع ان يفوز بعدد جوائز الاوسكار اللي بفوز فيها فيلم لا لا لاند. يعني في فرق بين الاثنين. لا لا لاند مكتسح في كل شيء، يعني دخله حتى الان بلغ 228 مليون دولار، في حين انه تكاليف انتاجه اقتصرت على 30 مليون. وعرض في 18 مهرجان سينمائي. وهذا عدد كبير، عدد مش منها مهرجان دبي السينمائي الدولي. تمام. طيب احنا الموضوع هذا لازم نحكي فيه اكثر، لسه الترشيحات كثيره، لازم بركي ان شاء الله بنعمل قسم ثاني من الحلقه بجزء ثاني لحتى نكمل حديثنا عن انجازات السينما بال 2016. اتشكر وجودك معنا اليوم استاذ محمود، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. تحياتي. أهلا وسهلا. شكرا على المتابعة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.